صباح الورد من جديد زي ما تعودتوا كل يوم سبت بنحب نتجول في مناطق المملكه المختلفه وصبحيات ايضا بنكهه مختلفه مع غاده سابا اليوم متواجده تحديدا في منطقه جبل عمان من اردن شو بيسعد صباحك غاده. صباح الخير مرة جديدة وصباح الخير لكل زملائي الموجودين بالاستوديو يعني بدي أقول لكم أنه إحنا موجودين في مكان جدا مميز هذا المكان هو أردن شوب أو متجر الأردن هذا المكان اللي بيحمل فيه زي ما حكيت لكم بالتيزر التنوع الثقافي والإبداعي والاجتماعي اللي موجود في كافة مناطق المملكة بنشوف في هذا المكان العديد من المنتجات والحرف اليدوية لي يعني أهلنا وإخواننا وكل السيدات اللي عم بقوموا بكل هذه المشاريع المميزه والرياديه احنا بنعرف انه متجر الاردن اللي موجود بجبل عمان في قلب عمان مكان كل هذه المنتجات الابداعيه اللي بقوموا فيها مصمميننا بتكون موجوده ومتاحه حتى ياخذوا نفس يعني خلينا نحكي نفس الحظ بانه الناس تقدر توصل لهم ولكن اليوم في متجر الاردن ايضا رح يكون في عندنا لقاءات مميزه مع بعض الاشخاص وبعض النشامى والنشميات هالوطن الجميل اللي عم يستفيدوا من بعض المشاريع بصندوق الملك عبد الله واحنا قاعدين معاهم اليوم عم نحكي اليوم مع ست فاطمه صاحبه مشروع ريادي قاده الصغار وهو واحد من المشاريع اللي حصل او فاز بالمشاريع الرياديه المجتمعيه لصندوق الملك عبدالله وريادة الأعمال وأيضا أكيد موجود معنا الأخ عثمان اللي هو منسق العاصمة بما يخص هيئة شباب كلنا الأردن نحكي بداية صباح الخير لكم وست فاطمة نحكي عن بداية مشوارك وفوزك في ريادة الأعمال لحتى تقدر تقومي بهذا المشروع القادة الصغار صباح الورد جميعا مشروع القادة الصغار هو أحد المشاريع الفائزة بمسابقة تحدي الريادة المجتمعية المدعوم من قبل صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية القادة الصغار يعنى بتمكين الأطفال واليافعين في مجال ريادة الأعمال والريادة المجتمعية وأيضا في مجال تنمية المهارات الحياتية من عمر عشر سنوات وحتى 17 سنة لا. وهون اذا بدنا نحكي كمان عن هيئه شباب كلنا الاردن احنا بنعرف سيد عثمان انه هيئه شباب كلنا الاردن موجوده في كل مناطق المملكه وما شاء الله يعني فتياتنا وشباننا في كل المملكه بحبوا هالعمل التطوع بحبوا يكونوا جزء لا يتجزا من كلنا الاردن نحكي عن دور هيئه شباب كلنا الاردن بما يخص التوجيه كان لكم دور مميز جدا صباح الخير إليك ولكافة المشاهدين خلال شاشة رؤية هيئة شباب كل الأردن هي برنامج من برامج صندوق الملك عبد الله الثالث وكما تفضلت هي موجودة بكافة المحافظات أحد محاور عمل الهيئة من خلال صقل وبناء شخصية الشباب إنه يكون في اهتمام بالعمل التطوعي وهذا أهم محور رئيسي بنشتغل عليه اليوم العمل التطوعي بكافة برامج وأنشطته من خلال مؤسسته اللي اشتغلت عليه الهيئة وكان موجود بإنه يلامس احتياجات الناس والمجتمع المحلية من خلال أفكار الشباب وكيف ممكن أنه نساعد بهاي الحلول اليوم في ظل أزمة كورونا وإن شاء الله أنه نتجاوز هذه الجائحة كان المفروض أنه كل الشباب دور ولكن دور ضمن الشروط والضوابط الصحية المتبعة فكان أنهم يساهموا في موضوع التباعد الاجتماعي بالأسواق والمحال التجارية الرئيسية وهذا الشيء اللي بنساهم فيه أنه نقلل من حدة الاختلاط وعدم الالتزام بالكمامات أو الـ الـ وسائل الوقاية فكان التوجيه هو أحد التحديات الموجودة أنه كيف نستمر بالتعليم وأنه طلابنا يأخذوا حقهم أنهم يقدموا امتحان الثانوية العامة وكيف برضو بدنا نوفر لهم مجال أنه يلتزموا بالكمامات وبنفس الوقت نحافظ على التباعد أمام المدارس ونضمن ونوجه رسالة أنه نحن نحن معهم لدعمهم نفسياً وتوفير الأدوات من خلال التعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم تطوع في هذا البرنامج بكافة المحافظات ما يقارب خمس ألاف متطوع والحمد لله قدروا أنهم يحققوا التباعد وبنفس الوقت قدروا أنهم بخلقوا جو حافز لطلابنا وأيضا للأسر أنه متوفر وسائل الأمان للطلاب أثناء تقديمهم التوجيهي هذا الشيء برضو كان مش بس بالمدارس بقدر ما كان ينعكس بكافة الأنشطة الثانية من خلال أنه استثمرنا التكنولوجيا من خلال أنه يكون في تدريب وتواصل مع الشباب عن بعد من خلال عدد من الدورات التدريبية والأنشطة التوعوية، أيضا توظيف السوشيال ميديا في إنه نشر الوعي وثقافة التوعية في المجتمعات المحلية. هذا كله رديف لجهود مؤسسات الدولة في أنه نحارب الكورونا نعم. ست فاطمة يعني حضرتك قلتي أنه أنت بتدربي الأطفال من سن أو اليافعين يعني الأطفال اليافعين من سن عشرة لسن سبعة عشر أنا هلأ اليوم عندي طفل عمره عشر سنوات حابب أنه ينضم للقادة الصغار كيف ممكن أتوجه لإليك كيف ممكن أعرف أكثر كيف أعرف عايش بالدربي؟ هلا نحن متاحين في على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هم عندنا الفيسبوك ولينكد ان وتويتر وانستغرام ليتل ليدرز جو يعني بيقدروا يشوفوا على هذا المجال هلا البرامج نحن عندنا ثلاث برامج بنركز عليهم عندنا البرنامج الاول برنامج رياده الاعمال رواد الاعمال الصغار بندرب فيها على في مرحله الاستكشاف لشخصياتهم واهتماماتهم وكيف يطلعوا بعدها بفكره ومجال مناسب لشخصياتهم يخوضوا فيه فنحن بندربهم كيف يطلعوا بفكره رياديه مميزه لمشروع ويخططوا لها من فكره وحتى نموذج اولي، ايضا مش البرنامج الثاني برنامج الرياده المجتمعيه من نحن حريصين في في ليتل ليدرز او القاده الصغار نعلم اطفالنا وابنائنا كيف يعطوا كيف يطلعوا بمشاريع ذات اثر مجتمعي بعود على مجتمعاتهم ومدارسهم واحيائهم بكل الاثر الايجابي الجيد والايجابي. ان شاء الله، شكرا جزيلا ست فاطمه، شكرا جزيلا استاذ عثمان. واكيد عم نحكي شكرا جزيلا لمتجر الاردن اردن شوب اللي من خلاله عم بيقدم لنا فرصه حقيقيه لحتى نعرف عن كل هذه الصناعات اليدويه عن كل هذه المنتجات المحليه عن كل هذه المشاريع الرياديه اللي موجوده واللي يجب دائما انه ندعمها ودائما ما تنسوا انه ندعم دائما كل ما هو محلي ولوكل عشان اي حدا عم بيسال كيف ممكن ينضم لهيئه له شباب كلنا الاردن اكيد ايضا صفحاتهم متاحه على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى كل شبكات التواصل الاجتماعي هيئه شباب كل ولا الاردن انا بقولكم يعني من تجربه شخصيه مع هالشباب الرائعين بكل انحاء المملكه هن اشخاص دائما بيبحثوا عنا بيبحثوا عن الخير بيبحثوا عن التطوع بيبحثوا عن كل ما هو جميل وكل ما هو يستحق اردننا الغالي واهلنا الغاليين اللي موجودين داخل او خارج الاردن شكرا جزيلا لكل هذه المتابعه وشكرا لزملائي بالاستوديو وان شاء الله يوم سبت سعيد وجميل ومختلف لكم وديروا بالكم على حالكم وحافظوا على التباعد الاجتماعي وأكيد ما تنسوا كل هذه التعليمات اللي من شأنها حمايتنا وحماية أيضا الآخرين اللي منحبهم من عائلاتنا ومن إخواننا شكرا جزيلا لكم وبرجع لأصدقائي في الاستوديو